ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. برحب بك يا فندم في برنامج خبر اليوم. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ أشرف، كيف قرأت توقيت زيارة سمو ولي عهد السعودية إلى القاهرة؟ يعني أولا بالتأكيد هو توقيت هام جدا، توقيت يسبق القمة الخليجية التي ستشارك فيها مصر والأردن والعراق في منتصف الشهر المقبل في السعودية، يسبق زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة. توقيت يعني المنطقة بتموج فيه بالكثير من التطورات والأحداث، منها ما يخص البلدين ومنها ما يخص الإقليم بالكامل، وهو أيضا يعني يأتي في بداية جولة أو أول جولة يقوم بها ولي العهد السعودي منذ عام 2019، ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين، ويؤكد أيضا المشاورات المستمرة بين البلدين، هذه المشاورات التي لا تعمل فقط لتعزيز العلاقات الثنائية ولكنها تعمل لحل قضايا الإقليم، وهو ما اتضح تماما من البيان الختامي ومن القضايا التي تم ذكرها في البيان الختامي، وكيف أن مصر والمملكة العربية السعودية في هذه القمة ناقشت الأوضاع في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن، في ليبيا، ما يتعلق بالإرهاب، القضية الفلسطينية. وبالتالي يعني التوقيت مهم جدا للأحداث المقبلة وللوضع الراهن وللتنسيق المصري السعودي المستمر فيما يتعلق بكل شيء تقريبا. أستاذ أشرف، يمكن هناك عدة ملفات سياسية عاجلة كانت حاضرة على طاولة لقاء السيد الرئيس وولي العهد، في رأيك ما أبرز هذه الملفات بالتحديد؟ يعني بالتأكيد الملفات السياسية العاجلة، وكما نعلم هو ما يحدث في سوق الطاقة العالمي، هو الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على دول المنطقة لزيادة إنتاجها من البترول حتى يعني تتمكن من إخراج روسيا من سوق الطاقة، وبالتالي هي تحاول أن تزق الدول العربية في صراع مع روسيا. هناك قضية أخرى هامة وهي قضية الحرب الروسية الأوكرانية وما تخلفه من تأثيرات على السوق العالمي بشكل عام فيما يتعلق ليس فقط بالوقود ولكن أيضا بالحبوب وبالتجارة العالمية وبغيرهما. هناك قضايا أخرى شديدة الأهمية مثل يعني قضية السلام والتطورات التي تحدث في الأراضي المحتلة، المحاولات المستجدة للمستوطنين الإسرائيليين لأول مرة لإحداث تقسيم مكاني وزماني فيما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى، ويعني أيضا التطورات الخاصة بالمحاولات الإيرانية للهيمنة على المنطقة. العلاقة المصرية السعودية، لا أحد ينكر موقف المملكة مع مصر طوال السنوات الماضية، لكن كيف تقرأ جهود الرئيس السيسي في توطيد هذه العلاقات؟ الرئيس السيسي منذ جاء إلى السلطة وهو رفع شعارات ربما لم يعلنها صراحة ولكنها كانت واضحة في سياساته، وهي أولا صفر مشكلات استعادة مصر لدورها الإقليمي، أنه مصر يعني تؤمن بشيء واحد هو لابد من الحفاظ على الدول الإقليمية وعلى الجيوش الوطنية، ويعني هذه ملفات في البداية ربما اختلف مع البعض بشأنها إلا أن الجميع أصبح يؤمن بها. الآن هناك إجماع في العالم العربي على إنهاء الأزمة السورية سياسيا وعبر الحوار، وهذا ما تبنته مصر من البداية. هناك إجماع على ضرورة إبعاد محاولات أجنبية للتدخل في شؤون المنطقة، أيضا هناك إجماع على حل القضايا أو الصراعات الموجودة في المنطقة، منها مثلا المشاكل الداخلية في اليمن، في سوريا، في العراق، في لبنان، أن يحل كل هذا بالحوار
وبالتقاسم السلطة، وهذه ملفات آمن بها الرئيس السيسي منذ جاء إلى السلطة. وأيضا هو يعني استطاع أن يفوز على ثقة العالم أجمع، واستطاع أن يحقق اختراقات في كل الملفات التي دخلت فيها مصر، وبالفعل استعادت مصر يعني مكانتها كقوة عظمى إقليمية وريادتها في المنطقة في كثير من الملفات. والآن لا يمكن حل أي إشكالية في المنطقة بدون العودة إلى مصر. ما في شك، يمكن ما زالت جملة أمن الخليج من أمن مصر تتردد في كل حدث. ما هي الملفات الأمنية المشتركة بين البلدين الشقيقين شايفها من وجهة نظرك كانت على طاولة هذا يعني بالتحديد؟ الملفات الأمنية المشتركة واضحة وضوح الشمس، وهي أولا هو الحفاظ على أمن البحر الأحمر لكي نحافظ على تدفق البترول والغاز عبر البحر الأحمر وعبر قناة السويس، مواجهة الإرهاب بكل صوره، مواجهة الإرهاب السيبراني، أيضا التهديدات التي تمثلها إيران والميليشيات التي تمولها للمنطقة، ومحاولات إيران فرض سياساتها على المنطقة. ويعني الآن وفي هذه المرحلة عندما تجرأت ميليشيات واستخدمت صواريخ ومسيرات ضد الأراضي السعودية والإماراتية، مصر أعلنت بوضوح أنها ستقف مع البلدان العربية، ستقف مع الخليج العربي، وأنه أمن الخليج من أمن مصر، وما زالت متمسكة بهذا الخيار، ويعني تشكل درع أمان لمنطقة الخليج العربي والمملكة العربية السعودية، ولا يمكن أن تترك الدول العربية في مواجهة المحاولات الإيرانية للهيمنة على المنطقة. ما في شك. أستاذ أشرف، مصر والسعودية قوتان إقليميتان، ما أهمية التنسيق بين البلدين في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم كله؟ بالتأكيد مصر والسعودية قوتان إقليميتان كبريان. مصر والسعودية تمثلان يعني ثقل روحي كبير. مصر بلد الأزهر الشريف، معقل الإسلام السني. المملكة العربية السعودية تحتضن الحرمين الشريفين. مصر والمملكة العربية السعودية دولتين متراميتين الأطراف، بهما يعني كثافة سكانية كبيرة، بهما ثروات كبيرة، لديهما قدرة كبيرة على يعني تحقيق توازن في المنطقة ضد كل المحاولات الخارجية للهيمنة عليها. ولذلك نجد انه المشاورات دائمه ومستمره والتنسيق، ويعني كان من الدلائل على ذلك هو زياره ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى مصر في كما قلت في اول جوله له، وفي بدايه هذه الجوله قبل القمه التي ستستضيفها المملكه العربيه السعوديه الشهر المقبل. وأيضا يعني لتنسيق المواقف فيما يتعلق بالمحاولات الإيرانية للهيمنة، وأيضا لتنسيق المواقف لحل القضية الفلسطينية. وهناك مسألة أخرى هي مسألة التمهيد للقمة العربية المفترض أن تستضيفها هذا العام الجزائر، وحل الإشكاليات التي يعني تعوق عقد القمة حتى الآن. أستاذ أشرف، لزيارة ولي العهد السعودي شق اقتصادي هام، في نظرك ما أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين؟ يعني المال العربي من الأفضل أن يستثمر في البلدان العربية، فسيكون في مكان أكثر أمانا، وسيستغل يعني القوى البشرية العربية، وسيكون عائده أكبر. وبالتالي عندما يحدث تعاون اقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية فهو في مصلحة الطرفين. المملكة العربية السعودية ودول الخليج تستثمر مئات المليارات في الغرب، وكل الأموال التي توجد في الغرب، وما حدث مع روسيا خير دليل على ذلك مهددة. لكن إذا جاءت للدول العربية مثل مصر فهي ستفيد المملكة العربية السعودية والخليج، وستفيد الدول التي تستخدم هذه الأموال مثل مصر وغيرها.
وثانيا مصر لديها خبرات وثروة بشرية هائلة، لديها خبرات كبيرة يعني اكتسبتها القوى العاملة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية في البنية التحتية بكل يعني مشتملاتها، طرق، أنفاق، بناء مدن، إدخال شبكات كهرباء. وأيضا مصر لديها خبرة كبيرة اكتسبتها في الزراعة الذكية، في إصلاح الأراضي، في الاستفادة من الماء، في الاتصالات، في مجال الذكاء الاصطناعي. كل هذه الخبرات يعني يمكن للمملكة العربية السعودية أن تستفيد منها. الفوائد الاقتصادية للتعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية وغيرها من بلدان الخليج هي فوائد مشتركة، فوائد للطرفين، ويعني هي ستزيد من قوة ومنعة المنطقة إزاء الضغوط والإغراءات الخارجية. أخيرا أستاذ أشرف، السعودية أعلنت أنها سوف تستثمر في مصر لتصل إلى 30 مليار دولار، ما هي أهم المجالات التي من المنتظر الاستثمار السعودي بها؟ أولا يجب أن نفرق بين ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق باستثمارات وقعت اتفاقات حولها قيمتها 7 مليار و700 مليون، أي ما يقرب من 8 مليار دولار في مجالات مثل البنية التحتية والاتصالات وأماكن يعني قطاعات كثيرة تم الاتفاق عليها بالفعل. وتم الاتفاق على أن تقود المملكة العربية السعودية استثمارات تقترب من 30 مليار دولار في مصر. وهنا يعني نستطيع أن نقول أنه إعلان الحكومة المصرية أنها ستتخارج قريبا من بعض الأنشطة الاقتصادية، وهذا يعني أن الأموال العربية مدعوة للمشاركة في هذه المشروعات وإدارتها، مشروعات يمكن أن تكون مربحة للجميع ويمكن أن تجذب يعني أكثر من 30 مليار وأكثر من ذلك بكثير جدا، يشارك فيها القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص السعودي وغيره، وستكون الفائدة للجميع. هذه النقاط لم يتم يعني الاتفاق التفصيلي عليها، لكن أعتقد أنه يعني الاستثمارات يمكن أن تكون في مجال الزراعة، في مجال صناعة الأغذية، في مجال صناعة الأدوية، في مجال الاتصالات، في مجال البنية التحتية. كل هذه المجالات يمكن أن تستوعب يعني ليس 30 مليار وإنما مئات المليارات من الدولارات. وأيضا ما يتعلق بالسياحة وما يتعلق بالطيران وما يتعلق بالمواصلات، وكما قلت مجالات عديدة جدا ستكون متاحة قريبا، ومن سيكون متاح لكل الدول العربية أن تشارك فيها، وفي الصدارة سيكون القطاع الخاص المصري بالتأكيد. في نهاية فقرتنا بنشكر الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا.